بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ اليوم محاضرة جديدة في الـ Object Oriented Programming Using Java Language. أخذنا في المحاضرات الماضية شباب اللي هو الـ Encapsulation، والـ Encapsulation أذكرك اللي هو Use the Private، إني أستخدم كلمة Private والـ Notation تبعها اللي هي إشارة الناقص، أستخدم Private، وبالتالي We must use اللي هو get and set methods. هاي اللي هي عبارة عن ايش؟ اللي هي الانكابسوليشن. في الانهيرتنس اللي هو التوريث، we must use extends keyword. الاكستنس keyword اللي هي بتعمل لك الربط ما بين السوبر كلاس والسب كلاس، بين البيرنت والشايلد، بين الاب والابن. اليوم بدنا نحكي عن البوليمورفيزم. اليوم راح نحكي شباب عن البوليمورفيزم. هلا البوليمورفيزم اللي هو شكل من اشكال او كونسبت من الكونسبتس اللي بتستخدمها الاوبجكت اورينتد بروجرامينج لانجويج. والبوليمورفيزم، انتبه معي، البوليمورفيزم في الجافا هو is the ability of an object to take on many forms. يعني انا بقدر من خلال البوليمورفيزم، ما يسمى بالموليفورمزم، اني استخدم مثلا اوبجكت سواء ميثود او كلاس او اوبجكت من الكلاس، اعطيها اكثر من شكل، اكثر من فورم، واكثر من استخدام. طبعا تعريف اخر للبوليمورفيزم اللي هو الكونسبت by which we can perform a single action in different ways. بقدر انفذ امر معين بطرق مختلفة. افضل مثالين او التطبيقات المستخدمه على البوليمورفيزم، من التطبيقات المستخدمه على البوليمورفيزم ما يسمى عندنا شغلتين بدنا نتعرف عليهم مظبوط، اللي هم الاوفر لودينج والاوفر رايدنج. في عندنا مصطلحين في الجافا لازم تعرفهم، في عندنا شيء اسمه اوفر لودينج، في عندنا شيء اسمه اوفر رايدنج. هدول عباره عن ايش؟ تو فورمز اوف بوليمورفيزم. يعني من تطبيقات البوليمورفيزم بنقدر نحكي الاوفرلودينج وبنقدر نحكي الاوفررايدنج. كمان مره بعيدهم عشان تتذكر، اوفرلودينج واوفررايدنج. خلينا نتعرف شو هم او نتعرف عليهم. الاوفرلودينج اللي هي عباره اني اعرف مجموعه من الميثودز او الاوبجكتس، اعرف مجموعه من الميثودز او الكونستراكترز او الاوبجكتس بنفس الاسم، اعرف اكثر من ميثود او اكثر من كونستراكتر او اكثر من اوبجكت بنفس الاسم، ولكن by using different، ولكن باني استخدم different number of parameters. يعني استخدم عدد معين من البارامترز في كل مره مختلف عن الاخر. مثلا استخدمت 3 بارامترز، معناته المره الثانيه بستخدم 3 بارامترز، المره الرابعه بستخدم 5 بارامترز او 1 بارامتر. هاي طريقه. الطريقه الثانيه، او ممكن كمان يكون عندي overloading باني استخدم different data types. يعني اجي اعطيه integer، مثلا method بتعمل summation، sum method، بقدر اجي احكي له sum of integer a integer b، sum integer a integer b integer c، sum integer a integer b integer c integer d. يعني هاي صار عندي sum باربعة اشكال، او ترتيب البارامترز هاي في الميثود. هلا الاوفر، هدول شرطهم الاوفرلودينج. يعني تذكر معي الاوفرلودينج عده ميثودز بنفس الاسم في نفس الكلاس. ها بدي اعيد هون، هاي الفرق الرئيسي بينهم، في نفس الكلاس. ها هيو in the same class. بينما الاوفررايدينج، هلا الاوفررايدنج ميثودز with the same name ميثودز بنفس الاسم، ولكن هاي الميثودز in different classes. هلا اذا كانت الميثود بنفس الاسم في كلاسات مختلفه شو بسميها؟ اوفررايدنج. خلينا ناخذ المثال التالي. لاحظ معي انا في عندي زي ما اخذنا المحاضره الماضيه، في عندي بيرسون، والبيرسون هذا بيورث الستودنت وبيورث الامبلوي. هلا لاحظ في البيرسون في عندي ميثود اسمها برينت انفو. هلا البرينت انفو للبيرسون شو راح تطبع؟ راح تطبع الاسم، راح تطبع الرقم الوطني والاسم والعنوان. هاي البرينت انفو، هيك شكلها.
هلا نيجي على الستودنت او نيجي على الامبلوي. هلا لاحظ الامبلوي في كمان ميثود ثاني اسمها برنت انفو، نفس الاسم بنفس الاسلوب بنفس الطريقه. هلا هاي موجوده في كلاس البيرسون وهاي موجوده في كلاس الامبلوي، معناته هدول التو كلاسز، هدول التو كلاسز اللي فيهم ميثود بنفس الاسم، يعني صارت عندي البرنت انفو ميثود والبرنت انفو ميثود. هون شو بقدر اسميها؟ بقدر اسميها هاي انها بتحقق اللي هي الاوفر رايدنج. اوفر رايدنج، اوفر رايدنج يعني انا اعطيت الميثود، يعني استخدمت نفس اسم الميثود، نفس اسم الميثود في اكثر من كلاس، نفس اسم الميثود في اكثر من كلاس. يعني هون برنت انفو وبرنت انفو، كونه الميثود هاي نفسها استخدمت في كلاسين مختلفات بنفس الاسم فهي اوفر overriding. فلما اجي اكتبها في الامبلوي مباشره هيجي يقول لي والله البرنت انفو هاي هي عباره عن overriding. overriding. طيب نيجي على هدول الميثودز، على الميثود تبعت الستودنت. هلا برنت انفو رقم واحد اللي فوق الصغيره هاي، وبرنت انفو وبرنت انفو. هلا لاحظ الثري برنت انفو هدول اللي انا كاتبهم، الاولى بدون بارامترز، عدد البارامتر فيها زيرو، الثانيه فيها بارامتر نوعه دبل، الثالثة فيها بارامتر نوعه string. معناته واحد اثنين ثلاثة، هدول الثلاثة methods اللي بنفس الاسم، اللي بنفس الاسم الثلاثة methods هدول اللي بنفس الاسم، الثلاثة methods هدول اللي بنفس الاسم وفي نفس الكلاس اللي اسمها student، في نفس الكلاس اللي اسمها student، شو بقدر اسميهم؟ overloading methods. overloading methods. هلا هاي بتطبق او بنطبق عليها خاصية الاوفرلودينج، هاي بنطبق عليها خاصية الاوفرلودينج، هاي بنطبق عليها خاصية الاوفرلودينج لانه نفس الميثود مكررة بنفس الاسم في اكثر من كلاس. طيب الاسماء اللي هون مع الاب اللي موجود بالاعلى شو صاروا؟ صاروا اوفررايدينج. خلينا نروح للنت بينز ونطبق هذا اللي احنا شفناه، نطبقه مع بعض ونشوف كيف نقدر نشتغله على نظام الجافا بأمثلة بسيطة وسهلة. خلينا نيجي على النت بينز، واتوقع انه هاي النت بينز هون. شغلنا النت بينز ونبدأ برنامج جديد، نبدأ برنامج جديد وناخذ هون هاي نيو بروجكت، وهي هون جافا وهي جافا وهي نيكست، وبدنا نخزنه على الاوبجكت اورينتد، وبدي اسميه، خليني اخذ الاسم من هون، بدي اسميه بوليمورفيزم. هاي سميته الاكزامبل تبعي بوليمورفيزم، هاي هيك سميته بوليمورفيزم اكزامبل، بوليمورفيزم اكزامبل. اوكي، وهي خزنناه. هلا نيجي على البرنامج بالشكل التالي، هاي البوليمورفيزم، خلينا نسكر هذا. هاي برنامجنا اللي هو البوليمورفيزم. خلينا نعمل كلاس جديدة، خلينا نعمل كلاس جديدة اسمها مثلا A، وكلاس جديدة كمان اسمها، كلاس جديدة اسمها B. هاي صار عندي two classes، وبدي اجي احكي له انه ال B extends ال A. هاي ال B بتتورث ال A، ونيجي على ال A، نيجي على A نحكي له في ال A في عنا integer A، integer grade 1، وفي عنا integer grade 2، وفي عنا integer grade 3. تمام، هاي عنا 3 grades، وفي عنا هون public void، بدي اسميها ميثود اسمها السم، public void ميثود اسمها السم، والسم هاي بدي اعطيه انتجر سم، اول شيء بدون اي شيء public integer sum، والسم هاي بدها تجمع لي، تعمل لي public void ميثود اسمها السم، وبدي في السم احكي له system.out.println، واعطيه بهذا الشكل اللي هو a زائد b زائد c، او عفوا خلينا اخذ grade 1 زائد grade 2 زائد
grade 3. هلا هاي الميثود الاولى، الميثود الاولى اسمها sum. هلا لو جيت انا عرفت هون كمان مره public void sum كمان مره، وجيت اعطيته هاي بدايه، هاي بدايه السم وهاي نهايه السم، شو اعطاني؟ اعطاني ايرور. لاحظ اعطاني ايرور، طب معناته هيك بزبطش نطبق البوليمورفيزم او الاوفر لودينج. هلا انا اللي بطبق فيه هون هيو اوفر لودينج ميثودز، اوفر لودينج ميثودز. طلع شو بعمل؟ هلا احنا اتفقنا الاوفر لودينج ميثودز بده يكون في لها نفس الاسم، هي نفس الاسم لكن عدد بارامترز بيختلف. خلينا اخذ له انتجر اي كوما او انتجر جي 1 كوما وانتجر، انتجر هي انتجر جي 2. لاحظ راح الايرور. هلا ما دام راح الايرور معناته اللي انا طبقته هون او بلشت اطبق فيه الان هو عباره عن ايش؟ عباره عن هي اعطيناه وجمعنا له اياهم. هلا هاي وهاي الميثودز، هاي الميثود وهاي الميثود، هاي الميثود اسمها صم بتجمع كل شيء، هاي الميثود اسمها صم بس بتجمع رقمين. خلينا اخذ كمان ميثود ها نفسها، وبدي اخذ هاي هيك، وبدي اخذ كمان ميثود بدي اياها تجمع لي اربع ارقام، هاي كوما وهي انتجر اي كوما وانتجر بي، انتجر بي. معناته هون بقدر اجي احكي له، وهي هون انتجر طبعا انتجر بي. هلا هون بلس اي بلس بي، معناته هي صار عندي، صار عندي ميثود 2 3 بنفس الاسم. هذول الثلاثه ميثودز بنفس الاسم، معناته اللي انا طبقته هون اسمه اوفرلودنج ميثودز، اوفرلودنج ميثودز. اوكي اوفرلودنج ميثودز. هلا لو رحت انا على البرنامج الرئيسي على المين وجيت هون عملت اوبجكت من هاي الكلاس، وجينا حكينا له الكلاس اسمها A، هاي الكلاس اسمها A، اسمها A كابيتال، وبدي اخذ منها A A اوبجكت يساوي نيو، يساوي نيو A بهذا الشكل، وباجي بدي اعبي له البيانات مثلا AA.G1 يساوي مثلا 80، وبدي اجي احكي له AA.G2 يساوي 90، وبدي اجي احكي له AA. ايضا G3 يساوي مثلا 70، يساوي 70. وباجي هون بحكي له اسم الميثود اللي هي الصم، صم بهذا الشكل. لو اعطيته صم بهذا الشكل، خليني ارجع اشوف البرنامج تبعي، هاي الاي، لاحظ في عندي صم، هاي صم. خليني ارجع هون اجي احكي له انا عندي صم، هاي كمان مره، وهاي الاي، وهي عندنا البرنامج اللي هو public void، public void sum، واعطيته اللي هو يطبع لي القيم هاي. خليني ارجع على البرنامج اللي اسمه المين. هلا لو جيت اعطيته كلمة sum لحالها طبعا غلط. ليش غلط؟ مين بقول لي شو الغلط اللي هون؟ مين بحكي لي شو الغلط اللي هون؟ ركز معي وافهم السؤال، شو الغلط اللي هون؟ لو اجاك سؤال زي هيك output، شو الغلط اللي هون؟ الغلط انه sum لازم اربطها مع الاوبجكت تبعها. شو الاوبجكت تبعها؟ هيو الاوبجكت تبعها اللي انا سميته هيو اي اي، يعني الصم هاي بتتبع للاي اي، فمعناته لو جيت كتبت له هون اي اي دوت صم يروح الايرور، هي راح الايرور. هلا هاي بتزبط لانه اوفر رايدنج، برضه بقدر اجي احكي له اي اي دوت واعطيه صم، لكن اعطيه صم معها مثلا 80 كوما 70، وبقدر اجي اعطيه اي اي دوت صم واعطيه هاي اللي فيها مثلا 80 وهي كمان 80 وهي كمان على سبيل المثال 100 وهي كمان 100 وهون كمان 100. خلينا عشان نعرف نجمعهم، ها هاي عندنا 380 صار. هلا لو جيت حكيت له اعمل رن، هاي رن اعطاني الاولى 240 مجموعهم اللي هي لحالها، هاي جمع 80 و90 و70 بيطلعوا 240، الثاني مجموعه 150، الثالثه 380. معناته هذا بوليمورفيزم اعطاني اوفرلودنج
هذا اللي طبقته انا اسمه overloading، واعطاني ايش؟ اعطاني different forms، اشكال مختلفة لنفس الميثود اللي اسمها الصم، اشكال مختلفة لنفس الاسم لنفس الميثود اللي اسمها الصم. طيب نيجي على البي. هلا البي بتتورث الاي، بتتورث الاي، والبي لها انتجر، خلينا نحكي او لها string، هاي string، string string name، وفي عنا double average. تمام. هلا لاحظ في عندي كمان هون في عندي integer او بلاش، حتى هون في عندي كمان فيها method public void، في عنا ميثود اسمها sum، والسم هاي السم هاي بقدر ابعت لها مثلا انتجر a كوما انتجر b بهذا الشكل، واجي هون اجي احكي له system.out.println، اجي احكي له هون a زائد b. تمام. هلا انتبه معي هون الاشاره الصفراء هاي الصغيره، هلا انا طبقته هون overriding، اشاره صفراء صغيره هاي بتنبهني، تلاحظ شو بقول لي، اقرا معي شو بحكي لي، بحكي لي انت اللي طبقته overriding، حط ملاحظه، هاي بحكي لي add overriding annotation، فحط ملاحظه انه انت طبقت overriding، بقول له اوكي هاي add overriding. طلع شو حكى لي؟ حكى لي انت طبقت هون overriding. شو يعني overriding؟ يعني استخدمت ميثود اسمها sum، اصلا انا مستخدمها في كلاس تانية، فصارت كلمة sum موجودة بديفرنت كلاسز. لاحظ هون شو بدي اكتب انا، طلع عشان تعطيني different behaviors وتعطيني اشكال مختلفة، بدي اكتب the sum of two numbers from class B is equal، هاي A زائد B، هون بدي احطهم عشان يجمع لي اياهم ارقام، بدي احطهم بين اقواس. هلا بدي اخذ نفس الطريقة هلا هيك، واخذ هاي كمان مرة واعملها كوبي هون. هلا اللي انا عملته هون، اللي عملته هون شو صار؟ صار overloading لانهم بنفس الكلاس. بقدر اعطيه كمان integer مثلا C، اجي هون احكي له هاي بلس سي، واجي هون اوف 3 نمبرز. هلا لاحظ لو اجي على المين، هاي بدي ارجع للمين، واجي على المين اطلب اوبجكت من البي، هاي البي وهي بي بي يساوي نيو، هاي بي وهي بهذا الشكل، ونيجي نادي الصم. الصم الاولى بدي اناديها هي بي بي دوت سم. هلا لاحظ اللي ناديتها بي بي دوت سم، بي بي دوت سم، بدي ابعت لها، لاحظ بي بي دوت سم بدي ابعت لها خلينا نحكي، طلع هون بدي ارجع هون كمان مره على البي. لاحظ الاولى سم بهذا الشكل لها متغيرين، الثانيه سم لها ثلاث متغيرات. طيب لما نديت انا هون، انتبه معي، لما نديت هون البي بي دوت سم ونداها زي ما هي، مين بده يقول لي منين نداها؟ هاي نداها من الاب، نداها من السوبر. خليني ارجع كمان مره، هاي بي بي دوت بدي اخذ السم مع المتغيرين اللي هو مثلا 70 كوما 70، وبدي اخذ كمان مره البي بي دوت سم مع ثلاث متغيرات اللي هو 50 كوما 50 كوما 50. خلينا نشوف شو بده يطبع. هلا خلينا نشوف شو بده يطبع ونناقش الأجوبة مع بعض. انتبه. هلا لاحظ هون ال 240 ال 150 ال 380 هدول طبعهم من هدول من الـ A، تبعون الـ A، تبعون الـ A. هلا لما جينا عند البي بي وطبع الصم، هلا الصم تبعت البي بي، الصم تبعت البي بي ما ودت له القيم، شو طبع بدالها؟ زيرو، لانها مش تبعته، مش تبعت البي، هاي تبعت الاي. هلا لاحظ هون
The sum of two numbers from class B is هيو 70 و 140 مع انه sum هي كأنها نفسها. هون the sum of three numbers is 150. هل لو جينا هون عند السم يعني لو جينا على البي وجينا اعطيناه واحدة زي هاي هيك public void وجينا عملنا هيك وطبعنا له كلمة سم public void سم بدون اي شيء بهاي الطريقة واستدعينا جوا هون super dot dot sum بهذا الشكل super dot sum يعني sum تبعت الأب وجينا على هاي الطريقة وقلنا له run. لاحظ أيضا كمان نفس الفكرة أعطانا بنفس الأسلوب. لو رجعنا للبي هون وجينا حكينا له إحنا بدنا نعمل ما يلي بهذا الشكل معناته أنا بديش هاي كلها بهذا الشكل وهون معناته أنا ما في داعي أنادي هاي الصم تبعت الأب. فبالتالي لاحظ هاي الرن هون هدول طبع لي اياهم تبعت الكلاس A وهدول تبعون الكلاس B. هلا اللي انا طبقته في الاكزامبل تبع اليوم شغله بسيطه جدا بدي اياك تعرفها overriding overloading. هلا هاي الصم الموجوده مع البي والصم الموجوده مع البي والصم الموجوده مع الA هلا كل الميثودز هاي الA هلا صم 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 بنفس الكلاس اللي اسمها A هاي بنسميهم overloading. البي الصم هاي مع الصم الأصلية شو بنسميها overriding بنسميها overriding والصم اللي هون مع الصم اللي هون شو بنسميهم overloading. بدي اياك تطبق هذا الاكزامبل في البيت طبقه نفسه وشوف كيف بنطبق ان نعرف اكثر من ميثود بنفس الاسم او اكثر من constructor او اكثر من object بنفس الاسم ولكن باختلاف عدد البارامترز او نوع البارامترز. اوكي وبدنا اياكم تطبقوا الاوفررايدنج والاوفرلودنج اللي هم بيطبقوا مبدا البوليمورفيزم وبنشوفكم المحاضره القادمه ان شاء الله وبنحاول كمان نعمل كمان اكزامبل على هذا الموضوع مره ثانيه. بدي اياك تطبق هون طبقنا فكره الانهيرتنس وطبقنا فكره البوليمورفيزم على الكلاسز اللي اخذناهم. يعطيكم العافيه.